اخيرا النسخه العالميه من ميو اي 14 وصلت بشكل رسمي لبوكو اكس 3 برو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع هيثم معوض على قناه كوكب التكنولوجيا. في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تثبت النسخه العالميه الرسميه من ميو اي 14 على بوكو اكس 3 برو لجميع الاجهزه المسجله في فريق المختبرين او الغير مسجله. فلو انت مهتم باللي احنا هنقوله خليك معانا لحد اخر الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نشوف الشرح. اهلا وسهلا بيكم مره تانية على قناه كوكب التكنولوجيا. اخيرا بدانا نشوف النسخه العالميه الرسميه من ميو اي 14 بشكل رسمي. زي ما انتم عارفين ان التحديثات بتوصل الاول لفريق المختبرين وبعد كده بتوصل لباقي الاجهزه، فالنهارده معانا النسخه العالميه من ميو اي 14 لفريق المختبرين. بس انا النهارده هقول لك ازاي تقدر تثبت النسخه دي على جهازك سواء كنت مشترك في فريق المختبرين او لا. يلا بينا نشوف الشرح. في وصف الفيديو هتلاقيني سايب لك رابط لاحدث نسخه من ميو اي داونلودر، هتحمل التطبيق وتثبته على موبايلك زي ما بتثبت اي ابلكيشن، ولما تفتحه هيفتح معاك بالشكل ده. هتلاحظ ان التطبيق اتعرف على موبايلك بشكل تلقائي. هتدوس على بوكو اكس 3 برو وبعدين هتدوس على ميو اي ستيبل. فلو لقيت ان النسخه العالميه هنا لسه على فيرجن 13 هترجع وتفتح مي بايلوت، ودي النسخه اللي هقول لك النهارده ازاي تقدر تثبتها على موبايلك حتى لو مش مشترك في فريق الاختبار. وهنا هتلاقي النسخه 14.0.1 ودي نسخه ميو اي 14 على اندرويد 13. المهم هتدوس على داونلود عشان يبدا يحمل النسخه على موبايلك. بعد ما تتاكد ان النسخه اتحملت بشكل كامل هتفتح الاعدادات وتروح على حول الهاتف وتفتح اصدار ميو اي وتدوس على رقم 13 ده 10 مرات، وده طبعا عشان يظهر لك اختيار حزمه التحديث او تشوز ابديت باكج. بعد كده هتدوس على الثلاث نقط دول وتفتح اختيار حزمه التحديث. هيفتح لك كل الملفات اللي على الموبايل، هتروح على الذاكره الداخليه وتختار الملف اللي انت حملته. بعد كده هيعمل اعاده تشغيل للموبايل ويبدا يثبت التحديث. بس الطريقه دي هتنجح على بعض الاجهزه، وفي بعض الاجهزه الثانيه هيرفض ان هو يتثبت. فلو رفض ان هو يتثبت على جهازك تعالى دلوقتي اقول لك ازاي تقدر تثبته. بس الطريقه اللي هقول لك عليها دلوقتي لازم تكون فاتح البوت لودر ومثبت الريكفري المعدل. فلو انت مش عامل كده فهيظهر لك دلوقتي في علامه الاي اللي فوق فيديو بيوضح لك ازاي تقدر تفتح البوت لودر بتاع جهازك. وبعد ما تفتح البوت لودر هتكون محتاج انك تثبت الريكفري المعدل زي ما شرحت لك برده في الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي في علامه الاي اللي فوق. اما لو انت اصلا فاتح البوت لودر ومثبت الريكفري المعدل هتقدر تثبت التحديث ده من غير حتى ما تخسر البيانات بتاعتك. يعني هنقدر نثبت التحديث ده على الموبايل من غير ما نعمل فورمات. كل اللي انت هتعمله انك هتدوس على الزرار اللي بيرفع الصوت مع زرار الباور لمده حوالي 30 ثانيه لحد ما يفتح معاك الريكفري المعدل. هيطلب منك انك تدخل الباسورد، هتدخل الباسورد بتاع اللوك سكرين او شاشه القفل. بعد كده هتروح على الملف اللي انت حملته وتدوس عليه وتسحب المستطيل الاورنج ده لليمين، هيبدا ان هو يثبت معاك التحديث. والموضوع ده هياخد معاك من حوالي 10 دقائق لحد ربع ساعه. وبعد ما يخلص هتدوس على ريبوت سيستم وكده هقدر اقول لك مبروك. وكده يبقى احنا قدرنا نثبت النسخه العالميه الرسميه من ميو اي 14 على بوكو اكس 3 برو الاجهزه المسجله والغير مسجله. فلو استفدت من الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.